مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا وش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة، الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة. عينك على العالم عبر سناب. صباحكم الله بالخير ويا هلا مسهلا فيكم متابعين السياحة المذهلة، وياكم أخوكم وليد وحاليا موجود في ترومسو شمال النرويج. اليوم عندنا مغامرة جدا مميزة اللي هي هاسكي سفاري، ان شاء الله راح نبلش فيها وعقبها راح اعطيكم معلومات بالكامل ان شاء الله. طبعا ترومسو مشهورة وايد بالنورثن لايتس وهي عاصمة الانشطة الشتوية في النرويج. طبعا حاليا احنا موجودين هنا قاعد نبدل ومعطينا ملابس خاصة بالرحلة زي ما انتم شايفين. الجو في النرويج دائما متقلب، واليوم احنا في ترومسو مثل ما انتم شايفين عندنا ثلوج وعواصف ثلجية. تعليمات قبل أن نبلش، تعليمات سلامة وشلون نستخدم السلد. بلشت مغامرتنا الحلوة. يا سلام، الأجواء صراحة من الخيال مثل ما انتم شايفين. طبعا حاليا ابو عبد الله اخذ القياده وياي بالرحله، وانا قلت خلنا اقعد هني واصور لكم. الاجواء وايد وايد بارده واليوم عواصف، بس اللبس هذا اللي معطينا اياه صراحه قوي مدفينا. النشاط هذا يبي له شويه لياقه، يعني لازم تتحرك شويه لان في صعود فلازم تدز العربانه. ابو عبد الله كف وما قصر. طبعا بس كافي المناظر اللي تمر عليها يمينك ويسارك، شيء صراحة خيال. راح ترى كلاب مو خرفان. النرويج عندها حرية الديانات، فما عندكم مشاكل إذا كنتم محجبات أو منقبات، مسموح وما تشوفون أي مشكلة. الحلو بالنرويج أن التضاريس تختلف من المنطقة لمنطقة. حاليا احنا في ترومسو تشوفون ثلوج وعواصف، بس إذا في أوسلو راح تشوفون شيء ثاني. تشوفون البيوت شلون حلوة هني، شيء صراحة جمال. وراك الجبل بعد، مكان قوي صراحة. الحين بنمر على الكاثيدرال اللي هو المعلم السياحي في ترومسو. هذا هو حتى له فلتر خاص فيه. واخيرا وصلنا السنتر. طبعا اغلب الانشطه تكون برا السنتر بحوالي من 40 دقيقه الى ساعه. ترومسو مدينه صغيره، فاغلب الفنادق راح تلقاها موجوده في السنتر هني، والاحلى والاقوى اللي دائما تكون صوب البحر. المسافه من المطار الى ترومسو الى وسط المدينه تقريبا ربع ساعه الى 20 دقيقه، والتاكسي ياخذ 250 كرون. الفنادق القويه والاربع نجوم هي راديسون بلو وكلاريون ذا ايج، وعندكم ايز هاف هوتيل. الحين راح اكتب اساميهم على هالسناب. طبعا مثل ما قلت لكم الفنادق اغلبها يم بعض، فما يحتاج انك انت تحجز بفندق غالي دامك انت من الصبح الى اخر الليل موجود برا. نظام الانشطه هنا في نقاط نتجمع فيها، وهالنقاط اغلبها في راديسون بلو،
فاحجز حول الفندق. طبعا الهدف الرئيسي من الرحلة هذه هي رصد الشفق القطبي، وحطينا الأنشطة هذه الصبح علشان يكون عندنا شيء نسويه. وأغلب رحلات رصد الشفق القطبي تبلش من الساعة 7 المغرب وإلى الساعة 1 أو 2 بالليل. هذا يعني نروح الفندق نريح شوية. هذا هو إكسبرس هوتيل اللي قلتكم عنه، فندق نظيف وجميل. الليلة مالته تقريبا ب 1000 كرون إلى 1200 كرون حسب الموسم، يعني تقريبا 35 إلى 40 دينار كويتي. أنا حبيت أوريكم الغرفة لأن في ناس تخوف من الثلاث نجوم، بس هني بالنرويج ثلاث نجوم شغل نظيف، يعني مو أي شيء. ديزاين عصري وحلو حق شخصين، وايد جميل. وهذه الطلالة مالته. والسنتر طبعا الشارع الرئيسي هذا هو اسمه ستور جاتا، يعني يم السنتر وقريب على كل شيء، ومكانه وايد وايد حلو. تكرمون خلنا اوريكم الحمام بعد. هذا هو، وعندك هنا الدش. وصلنا لختام التغطية، مشكورين وايد على حسن المتابعة، وأحب أشكر بعد حساب السياحة المذهلة على إتاحتهم الفرصة الطيبة وقدرت أعرفكم عن نفسي. طبعا هذه الزيارة الثالثة لي في ترومسو، والحمد لله الشهر اللي طاف واللي قبله رصدنا الشفق. الحين بحط لكم حسابي في سناب القادم، تابعوني لأن الرحلة لحد الحين ما خلصت، وفي شغلات وايد حلوة إن شاء الله بالأيام القادمة. اللي عنده أي سؤال أي استفسار يبشر بكل خير، بس يدش علي بالخاص ومع السلامة.